السلام عليكم. بالنسبه لهذا الماتش هذا ماشي مشكل نهائيه، واخا تمرك علينا واحد، ولكن في الدقيقه 75 كانوا الناس جيدين ورجاويين، كانوا في الثقه، ولكن كتبقى اسبقيه السلامي. السلامي هو اللي كتبقى ليه اسبقيه الاولى، وبالنسبه للرجاء كتبقى ديما رجاء، والرجاء هي في المنطقه الاولى هي اللي دات الشامبيونا ان شاء الله، وغتمشي ان شاء الله لمصر وغتجيب التعادل وغتجيب الربح من تماك ان شاء الله، وتا الوداد حتى هي غتعادل تماك ولا غتربح مسائل، ولكن كتبقى ديما رجاء. اللقاء مفتوح لدار حتى الدقيقه 90، ونتمنى الله سبحانه وتعالى لفريق الرجاء البيضاوي في الروتور يعطينا، وحنا متعودين على فريق الرجاء البيضاوي تيدير بين المفاجات، ونتمنى من المدرب باش يدير واحد خطه اخرى باش ينزع هذا الانتصار اللي حنا انا بعدا كشخصيا كمحب للفريقين الوداد والرجاء البيضاوي، حنا دائما في الروتور تنديروا المستحيلات. نتمنى الله سبحانه وتعالى الفريق المصري حتى هو يكون بخير وعلى خير، تكون اللياقه البدنيه العاليه للفريق الوداد البيضاوي والرجاء البيضاوي في الروتور ان شاء الله. خويا نخرج لي في قلبي اخويا، كيفاش غادي نشرح لك اللعابه اخويا؟ اللياقه البدنيه ناقصه، لا ديال الرجاء لا ديال الوداد، الدراري ناقصين الحجره مساليه، الدراري فابل، الدراري ما كيترينيوش خويا. دابا منين شفنا الزمالك كيفاش الطاكسي كيفاش واقفين، راه تبارك الله راه ما غاديش نقدروا نجيريو لي دو ماتش ديال الغوتو. انا كمشجع رجاوي بيني وبينك عارف علاش الدراري كانوا دايرين راسهم وديك لا غرينطا مع الشامبيون، حيتاش كانوا اخويا كانوا مشاكل في التحكيم، الدراري بغاو يموتوا، وبغيت ندوي من هذا المنبر هذا غندوي على 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 التحكيم، نقدر ندوي على التحكيم اللي داز في البطوله الوطنيه. كانوا اخويا اللعابه ديال الرجاء ما دووش على التحكيم فاش داو البطوله، جاهم ديزوردر اللي ما دووش عليه على البطوله الوطنيه. ملي داو البطوله قال لك احكا حنا ما غندويوش دابا على 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 التحكيم، غندوي على الماتش اللي تابعنا قدام الزمالك. واش درتي في هذا الماتش ديال الزمالك دابا؟ اش درتي؟ داخل كتجر في رجليك؟ علاش حنا نديرو حنا السته اللعابه اللي ما كاينينش، وهاد اللعابه اللي كيترينيو في فرقه كبيره بحال الرجاء اش كيديروا هذوك اللعابه؟ ناعسين كيتخلصوا وكيشربوا، اش كيديروا؟ أنا نقول الياس الحداد النقا هاد اللعابه هادو اللي حنايا غرون بلاصي، اش كدير انت في الرجاء فرقه كبيره؟ علاش انا ما ندخلش انا اللعب، انا ندخل اي واحد يدخل يلعب ويتخلص. خاص اخويا فرقه ديال الرجاء يكون لعاب بالحجم ديال فريق الرجاء البيضاوي، وغنزيد نقول بالله الرجاء راه ما كتوقفش على متولي والحفيظي. انا ما غنتسناش باس ديسيزيف من عند حفيظي ومتولي باش انني نربح، راه ما كايناش هادي، راه ما كاينه في حتى شي فرقه. الا كانوا انتدابات يكونوا قدهم قد المسؤوليه وقد الفريق ديال الرجاء البيضاوي، وحنا خويا راه هذا الشيء هذا، راه حنا كنضيعوا وقتنا، كنضيعوا فلوسنا، كنضيعوا صحتنا على قبل هذا الشيء. واش اللعابه كيوصلوا هذا الشيء هذا ولا ما عرفتش؟ والله ما عرفت خويا. انا اللي كيبان لي الروتور غيكون صعيب بزاف، باقي عندهم شوف شحال عندهم اون سومين ولا شحال ديال الروتور، خاصهم يخدموا على الكونديسيون فيزيك والتاكتيك اخويا راه ما كاينش. الرجاء كتلعب سون تاكتيك، علاه كتقول اللعابه كيلعبوا بداكشي اللي عندهم في رجليهم وصافي.